إيران تعرضت إلى حادث غامض يوم أمس وأصابع الاتهام تتجه باتجاه إسرائيل بأنها هي من تسببت بهذا الحادث. التفاصيل نشرت من قبل العديد من المصادر الإيرانية والدولية، على سبيل المثال مهر نيوز، إيرنا، وكذلك نيفل نيوز والبزنس إنسايدر. وهذا الحادث طال فرقاطة سهند الإيرانية. هذه الفرقاطة تعتبر من أهم السفن الحربية لدى البحرية الإيرانية، دخلت للخدمة في ديسمبر من عام 2018 بعد بناء طال لمدة 6 سنوات. وهذه السفينة كما نلاحظ يصل طولها إلى 95 مترا، وزنها 1300 طن، وهي مزودة بمنظومات الدفاع جوي صاروخية كما نلاحظ هنا متطورة، وكذلك أيضا هي مزودة بأنظمة صواريخ أرض، أي إنها قادرة على ضرب الأهداف الأرضية من دون أي مشاكل وعلى مسافات بعيدة، ومزودة كذلك بأنظمة رادار متقدمة للغاية وقادرة أيضا على المناورة على مستوى عال. الذي جرى بأن هذه السفينة فجأة انقلبت بهذه الطريقة كما نلاحظ في إحدى الموانئ الإيرانية، ونلاحظ هنا بأن عند انقلابها هنالك غرق جزئي لهذه الفرقاطة، وبعدها في صورة أخرى جاءت بعد كل ما جرى توضح بأن الفرقاطة نصفها قد غرق تماما جراء هذا الحادث. وهذا الحادث تحدثت الأوساط الإيرانية بشكل واضح وبشكل رسمي بأن هنالك جرحى قد نقلوا إلى المستشفى، ومصادر إيرانية أخرى أكدت مقتل ضابطين جراء هذا الانقلاب الغامض للغاية. والأمر كله تم في ميناء بندر عباس الشهير. وإذا ما حاولنا أن نحدد موقع هذه السفينة نلاحظ أن هنالك علامات قليلة ممكن أن نعتمد عليها في طبيعة ما جرى. تلاحظ هنا بأننا أمام رافعة كما هو واضح، وأيضا عدد من السفن بالإضافة لهذه الفرقاطة، مياه هنا ومياه هنا كما نلاحظ. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي لكي نحدد هذه المنطقة، طبعا ميناء بندر عباس يأتي هنا باتجاه جزيرة قشم وكذلك مضيق هرمز كما نلاحظ. ودعونا نقترب من هذا الميناء المهم للغاية الذي جاء وسط هذا الميناء. طبعا هذا الحادث الذي نتحدث عنه ستلاحظ من خلال النظر إلى هذا الميناء وفحصه تماما، ستلاحظ أن هنالك عدد من السفن العسكرية، الفرقاطات والمدمرات الإيرانية منتشرة هنا إلى الشمال قليلا. سترى أيضا أن هنالك مدمرات أيضا أخرى حربية وفرقاطات، وتلاحظ أيضا أن هذا الأمر مستمر ومنتشرة هذه الفرقاطات. وبالاقتراب من هذه السفينة تحديدا التي نراها التي تحمل الرقم 74، فهذه هي بالضبط فرقاطة سهند التي نتحدث عنها. لاحظ هذه هي نفس السفينة التي نذكرها الآن ونتحدث عن حادثتها 74، مما يوضح بأنها دائما متواجدة في هذا الميناء وفي هذه النقطة تحديدا. لكن صورة القمر الصناعي تعود إلى شهر مايو من العام الماضي، وبالتالي نقطة وجودها ليست واضحة تماما، ولكن من خلال الصورة يبدو بأنها كانت متواجدة في هذه المنطقة. من خلال الصورة نلاحظ أن هنالك على سبيل المثال نفس الشكل لهذه المنطقة. نأخذ مرة صورة أخرى، كانت هذه ظاهرة من خلال الصورة التي ظهرت فيها هذه السفينة وهي منقلبة، وأيضا نلاحظ أن هنالك رافعة، عدد من السفن موجودة في هذه المنطقة، هنا مياه وهنا مياه، مما يوضح بأن هذه السفينة وهذه الفرقاطة من الممكن جدا أنها كانت في هذه النقطة وقد انقلبت بهذه الطريقة المثيرة. الجانب الإيراني كان قد فسر كل ما جرى بأنه حادث، بأنه عطل فني تعرضت له هذه السفينة وانقلبت بهذه الطريقة من خلال تسرب المياه إلى الخزانات الخاصة بالفرقاطة، مما أدى إلى فقدانها للتوازن وسقطت بهذه الطريقة في نهاية المطاف. لكن بعض المصادر الإيرانية تحدثت بأن التحقيقات لا زالت مستمرة، وأوساط أخرى غربية قالت وتحدثت عن مسألة مختلفة تماما. على سبيل المثال نيفل نيوز قالت لا يمكن استبعاد حدوث تخريب من نوع ما في هذه المرحلة تحديدا من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذا يعود إلى عدد من الأسباب. أولا بسبب التصعيد الكبير الذي يجري في منطقة الشرق الأوسط بعد كل ما جرى من 7 أكتوبر بين إيران وفصائلها المسلحة من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك نحن لا نتحدث هنا عن سفينة مدنية أو سفينة شحن أو ناقلة للنفط، لا أبدا، نحن نتحدث عن مدمرة أو فرقاطة عسكرية متطورة للبحرية الإيرانية تمت إضافة عدد
من التطويرات عليها مؤخرا والإضافات الصاروخية من صواريخ صياد 3 على سبيل المثال، بالإضافة إلى ذلك إلى أن التلغراف البريطانية كانت قد ذكرت بشكل مثير إلى أن هذه السفينة كانت مؤخرا متواجدة في خليج عدن وكذلك في البحر الأحمر تقود الأسطول الإيراني في هذه المنطقة، لا بل إنها أيضا تقدم الدعم لجماعة الحوثي في كل الهجمات التي تقوم بها هذه الجماعة على السفن الشحن الموجودة في خليج عدن وفي البحر الأحمر من خلال إعطاء المعلومات الكافية والإحداثيات الكافية للجماعة. وشهدنا فعلا في الفترة الأخيرة الماضية بأن جماعة الحوثي تمكنت من تحقيق استهدافات دقيقة، وواضح أن تصعيدهم الكبير يأتي من خلال دعم كبير قادم من قبل الجانب الإيراني، وإيران منخرطة بشكل كبير فيما يجري في اليمن كما تحدثت العديد من المصادر إن كانت الأمريكية وإن كانت حتى البريطانية أو حتى الشرق أوسطية بأنها منخرطة في دعم جماعة الحوثي بشكل كبير في هذه المنطقة من خلال وجود على سبيل المثال عناصر ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني الذين يعطون كل الدعم والإمكانيات لجماعة الحوثي لتحقيق كل هذه الضربات. العديد من الصواريخ الإيرانية قد ظهرت مؤخرا لدى جماعة الحوثي بمسميات مختلفة، كذلك يجب أن لا ننسى سفينة بهجاد الإيرانية التي لعبت أدوارا كبيرة في البحر الأحمر بإعطاء الكثير من الإحداثيات والإسناد لجماعة الحوثي للسفن المتحركة في المنطقة، وجماعة الحوثي تحقق استهدافاتها بنجاح. بعد ذلك هذه السفينة انتقلت مع بدء العمليات العسكرية المباشرة على جماعة الحوثي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، ذهبت هذه السفينة سفينة بهجاد لخليج عدن وبدأت تعطي أيضا التعليمات لجماعة الحوثي ليحققوا هجماتهم، وازدادت هجماتهم في خليج عدن حتى أكثر من البحر الأحمر. بعدها جاءت الولايات المتحدة الأمريكية لتنفذ هجوما سبرانيا على سفينة بهجاد التي تعطلت وانسحبت إثر هذا الهجوم إلى جيبوتي إلى ميناء خاص بالبحرية الحربية الصينية لإجراء عدد من الإصلاحات أو بعض الإصلاحات عليها، امتدت للعديد من الأسابيع حتى عادت لعملها وعادت إلى إيران واستمرت بالمضي في هذه المنطقة بإعطاء الكثير من المعلومات طبعا لجماعة الحوثي. وبالتالي ليس مستغربا أن تكون فرقاطة سهند الإيرانية والمعلومات التي نشرت على التلغراف أن تكون فعلا حقيقية كما هو الحال مما فعلته سفينة بهجاد تحديدا، وإسرائيل متضررة تماما مما تقوم به جماعة الحوثي بمشاركة إيران من إغلاق تام لميناء إيلات تماما، والبحر الأحمر أصبح وضعه صعب للغاية، خليج عدن مضيق باب المندب، الظروف صعبة، وبالتالي من مصلحة إسرائيل أن توجه مثل هذه الضربات لهذه السفينة. والمثير بهذه المسألة أن الأوساط الإسرائيلية تشير بأن ما جرى لهذه السفينة من الممكن جدا أن يكون هجوم سبراني إلكتروني على هذه السفينة التي نتحدث عنها اليوم. تحدث عن هذه القضية رونان سولومان وهو خبير أمني إسرائيلي معروف، تحدث إلى صحيفة التلغراف البريطانية يوم أمس ولاحظ ما الذي ذكره هنا. قال قد يكون هذا الحادث نتيجة لهجوم إلكتروني إسرائيلي، نظام السفينة معرض للاختراق ويمكن التحكم بهذا النظام عن بعد. كذلك أن مثل هذه الحوادث ليست غريبة على الجانب الإيراني، سبق لمثل هذه الحوادث أن حدثت وفي نفس الميناء الذي نتحدث عنه على سبيل المثال في عام 2021. هذه الفرقاطة التي هي من الفرقاطات الإيرانية المختصة في الحروب الإلكترونية فجأة انقلبت بهذه الطريقة، وانقلاب هذه السفينة أدى إلى جرح العديد أيضا من العناصر الإيرانيين الموجودين بهذه الفرقاطة. لا بل إن جاءت تحديثات من الأقمار الصناعية أكدت بأن هذه النقطة من ميناء بندر عباس هي المنطقة التي جرى فيها التغير والتي أدت أو التي انقلبت بها هذه السفينة في عام 2021، وهذه بالضبط نفس المنطقة التي أشرنا لها قبل قليل في القمر الصناعي لفرقاطة سهند الإيرانية. كذلك في عام 2020 الواشنطن بوست كانت قد نشرت وأكدت بأن إسرائيل نفذت هجوما سبرانيا على ميناء الشهيد رجائي الإيراني الذي أدى إلى تعطل هذا الميناء بالكامل، تعطل وكانت هنالك خسائر كبيرة في هذا الميناء، وذلك كما تحدثت الواشنطن بوست هو رد على الهجمات الإلكترونية أو هجوم إلكتروني إيراني حاولت إيران من خلاله تحقيق اختراق على إحدى الموانئ الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل نفذت هذا الهجوم. كذلك في عام 2020 أيضا فجأة إحدى السفن الحربية الإيرانية أطلقت صواريخا، وهذه الصواريخ ذهبت مباشرة ضد سفينة حربية إيرانية أخرى، أدى الأمر إلى مقتل 19 بحارا
إيرانيا، وأيضا تمت الإشارة إلى إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون خلف هذا الأمر، ومن الممكن أن تكون خلف هجوم سبراني هو الذي أدى إلى هذا القلق أو إلى هذا الخلق، الصعوبة التي واجهتها هذه السفينة وهذا المشكلة التي واجهتها طبعا بكل تأكيد. أيضا في عام 2018 إحدى المدمرات أيضا الإيرانية فجأة غرقت في بحر قزوين أيضا بسبب عاصفة أو بسبب أمواج تعرضت لها، وأيضا تم الشك وكانت هنالك شكوك حول أن إسرائيل من الممكن أن تكون خلف هذه القضية. الحادث الذي نتحدث عنه اليوم هو يعتبر خاصا للغاية، خاصة بالتوقيتات، ليس فقط بسبب ما يجري في منطقة الشرق الأوسط لا أبدا، بل أن هذا الحادث يأتي بعد 3 أشهر فقط من هجوم إيران المباشر على إسرائيل، بعد 2 شهر فقط من حادث غامض آخر طال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وعدد أيضا من المسؤولين الآخرين. سقطت المروحية بهذا الشكل فجأة، وقالت إيران بأنه حادث، لا زالت التحقيقات مستمرة حول هذه القضية، لكن هنالك من يعتقد بأن إسرائيل خلف هذه الحوادث الغامضة، وكأن إسرائيل نوعا ما تجعل الفاتورة باهظة الثمن على إيران، وأن تجعل إيران تفكر مرتين بل حتى 10 مرات في حالة أنها فكرت في المستقبل بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، لتظهر كل هذه الحوادث الغامضة التي نتحدث عنها. الحادث الذي جاء تجاه هذه الفرقاطة الإيرانية يأتي في توقيت مثير، في توقيت أن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة ثيودور روزفلت تتجه باتجاه البحر الأحمر، وبحسب آخر تسجيل لهذه السفينة الأمريكية العملاقة هي موجودة الآن تقريبا في 24 ساعة الماضية هنا في هذه النقطة باتجاه ماليزيا على السواحل وجنوب ملاكا تحديدا، متجهة إلى البحر الأحمر. من صورة أخرى أوضح لطبيعة هذا التحرك ولنأخذ اللون الأصفر، حاملة الطائرات تقريبا موجودة هنا، وهذا يعني بأنها ستتحرك وتتجه إلى البحر الأحمر بهذا الشكل، وبالتالي يبدو أيضا أن إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إبقاء إيران بعيدة تماما، كل قدراتها بعيدة عن جماعة الحوثي، لأن جماعة الحوثي من الممكن أن يقوموا بعدد من الاستهدافات بمساعدة إيران في حالة وصول حاملة الطائرات إلى خليج عدن أو حتى إلى مضيق باب المندب أو البحر الأحمر أثناء مرورها، يحاولون من استهدافها. والجماعة صعدت بشكل هائل في الفترة الأخيرة، ووجود حاملة الطائرات ثيودور روزفلت سالمة من الهجمات من جماعة الحوثي مسألة مهمة، لأنها ستتمركز تقريبا في هذه المنطقة كما كان هو الحال مع حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة دوايت آيزنهاور، وذلك مع كل الأنباء التي نراها فيما يجري في لبنان، أي أنها تدافع عن إسرائيل من جهة الجنوب في حالة تعرضها لهجوم مع بدء إسرائيل بالهجوم على جنوب لبنان، وكذلك أيضا تضغط أيضا على جماعة الحوثي في محاولة لإضعاف الجماعة قدر الإمكان. أيضا ما هو مثير بهذه المسألة هو حادث آخر أيضا جرى يوم أمس متزامنا مع الحادث الذي نتحدث عنه، عن هذه الفرقاطة الإيرانية. فجأة كانت هنالك عربة خاصة بالجيش الإيراني عسكرية انقلبت بهذه الطريقة المفاجئة للغاية، وكانت هنالك صور لها وهي منقلبة على الطريق، ولم تكن هنالك الكثير من الأنباء حول ما جرى، لكن العديد من الأوساط الإيرانية الموثوقة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت هذه الصور التي أكدت بأن هذا الحادث فعلا قد تم، لكن ليست هنالك الكثير من التفسيرات، وهنالك الكثير من الأمور التي تجري باتجاه إيران تبقى بدون أي تفسير.